انطلاقا من الاثنين، محكمة بالما دي مايوركا بجزر البليار الإسبانية ستبث في محاكمة قضية النوس للفساد التي تورط فيها 18 شخصا من بينهم الأميرة كريستينا. هذه الأخيرة شقيقة الملك الإسباني فيليب السادس، متهمة بالتهرب الضريبي في هذه القضية التي رفعتها جمعية أيدي نظيفة، قضية تورط فيها أيضا إيناكي أوردانغارين الرياضي السابق وزوج الأميرة، المتهم باختلاس الأموال العامة وتبييضها عبر شركتهما أيزون. كل ذلك في إطار مؤسسة نوس غير الحكومية التي كانت تنظم عددا من التظاهرات لصالح الحكومات الإقليمية لجزر البليار وفالنسيا. التحقيق أظهر أن المتهمين تمكنوا من جني أرباح بقيمة 6 ملايين يورو بشكل غير قانوني، وذلك ما بين 2004 و2006. الفضيحة التي أثارت سخطا كبيرا في إسبانيا جعلت الملك يجرد شقيقته كريستينا من لقب دوقة بالما في يونيو حزيران 2015.